حلقتنا لليوم عن الكتاب، الكتاب اللي له رائحة خاصة بيتغزل فيها عشاق القراءة أينما وجدوا. فرغم التطور التكنولوجي الكبير وانتشار الكتب الإلكترونية، لم تستطع نزع الصدارة عن الكتب الورقية يلي ما زالت تصدر عن عدة دور نشر بدمشق. سلمى، هذه الدور التي أصبحت تشهد انحسار نوعا ما، لكن اليوم بصباحنا غير، الوضع مختلف. حبينا نضوي على دار نشر جديدة ونستضيف السيدة عفراء هدبة، مديرة دار دالمون الجديدة يلي أطلقت مؤخرا كلمة المسابقة الشعرية الأولى في مكتبة الأسد، لنحكي مفصلا عن الدار والمسابقة. راح نكون مع عفراء. يسعد صباحك يا عفراء. صباح الخير. أهلا. يسعد صباحك. صباح الخير عفراء. خلينا نبدأ مع حضرتك ونحكي بالبداية عن دار دالمون وهالمخاطرة اللي أخذتوها. يعني مثل ما قلنا بالمقدمة، يمكن الإنترنت عم يسرق شوي شوي من رهجة الكتب الورقية. يبقى للكتاب الورقي ألقه ووجوده مهما تطورت التكنولوجيا ومهما تطور وسائل الاتصال الاجتماعي، لكن الكتاب يبقى الورقي، يبقى في الصدارة. لكن هذا التنافس يحتم عليه عناية أكثر، يحتم على دور النشر عناية أكثر بالكتاب من حيث الإخراج والاختيار الغلاف والمضمون. الكتاب يوثق النت نوب تمرئي، أما الكتاب بيبقى عندك بالمكتبة ترجعي له. يعني في كتب قيمة، أنا كتير من الكتب بعيد قراءتها 4-5 مرات ودائما بلاقي فيها شيء جديد. عنات إنه بتجي بسرعة إنه تلاقي لي الكتاب، بس إنه وجوده غير، تكون كاتبة ملاحظة في إله بيبقى الكتاب الورقي لا يعلى عليه. أكيد. خلينا نكون بأجواء المسابقة يلي أطلقتوها واللي كان شعارها كلمة. الكلمة. تمام. هي المسابقة بعنوان الكلمة. هي المسابقة رح تكون سنوية. نعتذر مشاهدين عن هذا العطل الفني، وكنا عم نحكي قبل الفاصل مع سيدة عفراء عن دار دالمون للكتاب وعن المسابقة الشعرية، ورح نرجع مرة تانية لحضرتك. كنا عم نحكي عن دور وأهمية الكتاب رغم الحداثة والتكنولوجيا. تمام. برجع بعيد ولا تفضلي. لا، بيبقى الكتاب انه له ألقه وله وجوده مهما تعددت وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا، مهما تطورت بيبقى الكتاب وجوده لا ينافس. بالنسبه للجائزه انطلقت من رؤيه دار دالمون للطباعه والنشر بضروره تفعيل الثقافه العربيه ونشرها عبر اهتمام بالدراسات الجادة وتسليط الضوء عليها ومد الجسور مع الثقافات الأخرى. خلينا نقول يعني فوائد كثيرة لهذا الموضوع، ويمكن محاور كثير لازم نحكي عنها. خلينا نفوت شوي بفكرة الجائزة والمسابقة أكثر. هي الجائزة رح تكون سنوية، كل سنة لنوع من أنواع الأدب. هي السنة بلشنا بالشعر، السنة الجاية رح تكون للقصة القصيرة، السنة اللي بعدها رح تكون للرواية. مشان اللي بدهم يكتبوا الرواية بدها وقت طويل. أكيد. لحتى تنضج وتكون قادرة على المنافسة، فيبلشوا الشباب يكتبوا من هلأ. هي الجائزة موجهة للشباب من كل الجنسيات العربية، أي حدا بيحب يشترك معنا بيقدر. هي رح يكون معنا 3 فائزين. الفائز الأول رح نطبع لهم كتبهم الثلاثة، رح نروجها ونشارك فيها بالمعارض. في جائزة مالية بسيطة للأول 50,000 والثاني 30,000 والثالث 20,000. رح يكون في احتفال بوجود مبدعين، وممكن إذا حصلنا على رعاية من وزارة الثقافة أو وزارة الإعلام رح هن يقدموا الجائزة، ورح يكون في درع تكريمية وشهادة تقديرية لكل من الفائزين الثلاثة.
وفي عنا بمسار آخر إضاءة لشعر الهايكو يلي هو جديد بسوريا وكثير من الشباب مهتم فيه. حيكون في عنا كمان 3 فائزين بقصيدة هايكو، حيستلم كل واحد منهم درع وشهادة تقديري. يعني إن شاء الله يا رب بتوصلوا للي بدكم يا، ومشكورين كتير. خلينا نحكي رأيك قديش هيك أحداث ثقافية بوقتنا الراهن، سواء كان بالمسابقات الثقافية أو بفتح دور نشر أو بأي شيء أو حتى بمعرض، قديش هذا الشيء مهم بوقتنا الراهن رغم الظروف طبعا. الإبداع آفاقه لساته مفتوحة ولساته عم تتقدم يعني كمان. تمام. هلا أنا بلشت بالفكرة بال2012، خطرت عبالي الفكرة إنه سوريا بوقت حرب، فكان بالنسبة لي تحدي إني أعمل دار نشر، أو إني مجرد أطرح فكرة إنه بدي أعمل دار نشر، وخصوصا إنه الكتاب عم يتراجع بظل الغلاء وغلاء الأسعار وغلاء الطباعة وهالأساس هاي. فمع هيك أنه عملت الفكرة وبلشت فيها ونشرت واخترت الاسم، حتى اختيار الاسم كان الكريمة. لا هي الاسم الدار عم بحكي قبل ما تجي دار دلمون. دلمون هي أرض الحياة يلي قصد جلجامش ليبحث عن نبتة الخلود. هي من الميثولوجيا السورية، ميثولوجيا المنطقة هون. واخترت حتى الشعار هو الثور المجنح يلي من ملحمة جلجامش، لضوي نرجع نضوي نرجع لتاريخنا القديم لحضارتنا. نحن هيدي البلد عمرها 10,000 سنة، هي أخذت نبتة الخلود رح تبقى رغم الحرب، سوريا رح تضل موجودة. وانطلقت المسابقة إيماناً منا بأنه سوريا أنه إرادة الحياة في سوريا ستنتصر لصالح الثقافة والإنسان وإعادة الأعمار والبناء من جديد. يعني ست عفراء، إذا فينا نقول دائماً المعروف أنه في البدء كانت الكلمة، دور الكلمة بهذا الوقت يمكن شهدنا من فترة قدوم مفكرين ودباء من جنسيات مختلفة إلى سوريا لمحاولة قراءة الواقع، قراءة المشهد، كتابة يمكن عن هذا المشهد. لأي درجة ترين الآن الساحة الثقافية أو حتى ما كتب وما نشر قادر أن يعبر عن هذه المرحلة؟ بيقول ناجي العلي الكلمة أقوى من الرصاص أحيانا، بل في كل الأحيان. وبهي الحرب شفنا أنه الحرب كانت إعلامية بالدرجة الأولى، فالكلمة أكثر يعني الكلمة كان لها تأثير بالتشويه، الصورة الموجودة هون تشويه الأحداث والشيء اللي عم بيصير بسوريا كان يعتمد على الكلمة والأعلام. تمام. فمن هون أنا بقول أنه أكيد له دور الأكبر بإعادة الصورة لمشهد، هو اللي رح يترك وثيقة للتاريخ طبعاً من الأجيال. طبعاً أكيد. يعني أول شيء كتير كان لقاء حلو، قدمتي لنا كمان معلومات جديدة عن المسابقات، عن يلي بيحب يشارك سواء بالشعر بالأدب بكل شيء. بدنا منك كلمة أخيرة لكل اللي هلأ عم يشاهدونا ويحضرونا، الكل يلي مهتمين بالكتب، مهتمين بالمسابقات الشعرية، عندهم شغف لأنهم يقدموا أكثر. هلا أنا بقول للكل إنه أي حدا حاسس عنده موهبة يقدم، ما حدا يضلوا انه الكل يقدموا يجربوا، انه يعني هو ما الهدف انه الفوز بالمسابقه، لا، اني انا اكسر حاجز واني ارجع من جديد اوثق بنفسي اكثر، اقدم شو عندي. هيدا البلد بيستاهل انه نقدم كل شيء عنا فيه. الشباب بالجبهات قدموا دم، كل واحد بيقدر يقدم من مكانه، كل كلمه بتنحكى من أجل سوريا بمحبة سوريا قادرة تعمل تغيير بهذا الوضع. أكيد بدنا نشكر وجود حضرتك معنا، ومثل ما قلتي في أرواح كتير راحت فداء لنصرة وتراب هذا الوطن، وكل واحد من مكانه لازم وبيقدر أنه هو يقدم شيء لهي البلد. أكيد. شكرا أكيد. كتير لوجودك معنا. أكيد شكرا كتير لك عفراء هدبة مديرة دار دارمون. بدنا نشكر وجودك معنا ويسعد صباحك مرة ثانية. شكرا.
مثالي.